السلام عليكم يا جماعه، اخباركم؟ عامل ايه؟ جدا معانا البطل بيبسي، كلب امريكان بيتبول امريكي، كلب من الكلاب الشخصيتها قويه جدا، كلب زي ما احنا حضراتنا شايفين، كلب قوي جدا، كلب مهاري، كلب عضلات، كلب بيحب العض جدا، بيحب اللعب جدا، كلب شخصيته قويه جدا. مش مستحب ليك لو انت اول مره تربي كلب تربي النوع ده، لان النوع ده انا كمدرب وقعد في مزرعته ولسه ما اتعلمش يعني ايه شراسه. تعالى يا بابسي 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 بابسي، يعني انا بناديله هو تبقى شخصيته عاليه. بابسي تعالى 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 خد تعالى، هو شخصيته عاليه. بص اهو جالي بيختبرك، انت هتخاف منه يبقى ان شاء الله يزعلك، هيكرهك في حاجه اسمها كلاب وفي تربيه الكلاب والمعلومات اللي احنا عارفينها دي كلها. فانا اربي الحاجه اللي المدرب ينصحني اربيها، انا بيبقى عندي خبره، وبعد كده اربي بيتبول، اربي اسد، اربي رد، اربي جيرمان، اربي مالينو. المهم ان انا اتعلمت، وتعلمت يعني ايه افهم نظرات الكلب، وتعلمت يعني ايه الكلب عايز يعضني ولا لا، الكلب ده عضدني، الكلب ده شخصيته قويه، ما ينفعش ان انا اجي عليه. هل لو الكلب شخصيته قويه عليا، لو الكلب شخصيته قويه عليا وعايز يعضني، هينفع معايا الحل اللي هينفع معايا ايه؟ ان انا ما اكلوش غلط، ان انا اضربه غلط، ان انا اشتمه غلط، ان انا ابص له في عينه واجحر له غلط. الحاجه الوحيده اللي هتنفع مع الكلب ان انا اجيبه في خلوتي، تعالى تعالى ما تخافش، يقعد معايا، ياخد راحته، يعرف ان انا صاحبه، اكله واشربه مره واتنين من ايدي واخد حذري، وبعد كده ابتدي اجيب حد يهاجمه وانا واقف جنبه، يقوم الكلب يفهم ان انا بديله الامر انه يهاجم على الغريب مش عليا. بيحب يتخانق مع الحيوانات جدا والقطط والكلام ده، بنبطله احنا السلوكيات دي عشان لو صاحبه شغال بيه في الشارع وداخل مشكله ان شاء الله يسيبه ويروح يضرب قطط ويضرب كلاب ويضرب حيوانات والكلام ده، فما لوش ريحه العزه. احنا بنعلم الكلب شراسه اوليه النهارده، الكلب جايب في الشراسه بمستوى عالي جدا بسم الله ما شاء الله. الكلب هيجيب في الطاعه، هيجيب في الطاعه، بس هيتعبنا شويه لان هو عنيف شويه، يعني ما ينفعش تبقى بتدينا امر وتضربنا قلم او تنغزني نغزه. مش هقول لك ما فيش كلب بنضرب بعصا ولا بحزام ولا الشغل اللي احنا بنعرفه ده، ولا تشخشكه ولا تضربه بحزام ولا الكلام ده عشان يفصل. اعمل كلبك كويس، اعمل كلبك بالحب. لو اول مره تربي ما تربيش الكلب اللي شخصيته قويه، بيبان على الكلب بعد ما بتحله من مكانه وتمسكه حتى لو مش شرس، بيبتدي ان هو يعمل معاك لقطات غدر، مش غدر، لقطات تهتك. الكلب بيعمل لك اختبار، لو خفت منه يبقى هيزعلك. واحده واحده هنعلمكم كل حاجه. تحياتي ليكم، كان معانا بابسي، كان معكم كابتن موكشا من قناة تدريب كلاب المنوفية شبين الكوم. تحياتي ليكم، أي معلومة أي حد عايز يعرفها بأمر الله بأمر الله، ثقة في الله نجاح. طول ما احنا مع بعض يا ريت لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بوبسي بسي ده بسي ده، سمع الناس صوتك يلا، ولا مالكش لازمة مالكش مزاج؟ بسي ده هو مالوش مزاج، كلب شخصيته عنيفة، هو ده اللي احنا اهو هبهب بمزاجه، ما ادانيش الامر اللي انا عايزه. بوبسي بوبسي بوبسي، بصلي بوبسي بوبسي، شايفين ايدي؟ بوبسي بوبسي، اقعد 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 بوبسي، اقعد اقعد، بصوا بيجحر ازاي، اقعد. طب لو انا شلت ايدي اهو، عضها عضها، اقعد يلا اقعد. لازم ندي للكلب الامر لحد ما ينفذه، لافضل لازم افضل وراه لحد ما يقعد. اقعد اقعد بوبسي، اقعد اه بس، شاطر، سلم عليا، هات ايدك، سلم عليا، سلم عليا يا بوبسي، اهدى، اقعد اقعد يا بوبسي، اقعد اقعد. واحدة واحدة مع الكلب يبتدي